الساعه. دابا اللي غادي نديرو غنحاول نحركو الخلطه، البيض مع الجزر، وغنديرو الكالسيوم. هذه راه منجم حتى هي غذائي للانسان ولا للحيوان. اول حاجه عندنا هي البيض. البيض انا عندي البيض هو كنسلقو في الليل، البيض كنسلقو في الليل وكنحاول نقسمو على جوج وكنبيتو في الثلاجه بطريقه ديال المصري المشد، هو اللي شفتو كيقول هاد الطريقه، والصراحه تبعتها مده ديال الوقت. ملي كديرو في الثلاجه كيبان الثلاجه كيصبح كيتفرتت، يعني قدر تفرتو غير بيدك يتفرتت، ما كيتعجن ما والو. البيض ديالنا هما تصايبو، تقدر تحكهم، راه ماشي مشكل، راه ماشي الطريقة غير دير في الماكينة، راه تحكهم ولا أي طريقة دير مزيانة، المهم هو دير الخدمة ديالك. الجزر أنا كنديرو رونديلات صغيورين على حساب عندي هاد الماكينة صغيرة باش نحافظ عليها وصافي، باش ما الجزر اللي حكيتيه حاول تحيد منه الماء، ولكن ملي كديرو في هاد الماكينة سبحان الله ما كيبقاش فيه الماء بالكثرة. هنا غنديرو ضروري الباطي باش غادي يساعدنا على هذا. الخلطة ديال الباطي راه ضرورية في الغرفة ديال الإنتاج وضرورية للطيور باش كنحاولو ما كنخليهمش ياكلو غير الحبوب غير زوان، ضروري ما كنخلطو ليهم مرة مرة. بالنسبة لي أنا راه تقريبا يوم ويوم لا، يوم كنعطيهم الباطي ويوم كنخليهم ياكلوا زوان بوحدهم. هادي البارة شمندر، غير هي راه قاصحة، حاول بنادم يقطعها طريفها صغيورين. وبالنسبة للإخوة اللي كنشوفهم كيقول لك سلقوها، ما تسلقها ما والو أخويا، هي راه الفوائد ديالها طرية، قد ما عطيتيها للطيور ديالك مزيانه هادي. وبالنسبه للاخوه اللي اول مره تعطيهم الطاري، حاول ما تكثرش ليهم باش ما تغيرش عليهم المعده ديالهم دقه وحده. الخلطه ديال هذا الطري بالنسبه للكميه، بحال نقولوا الكميه ديال الجزر، الكميه ديال البيض، وهذه راه على حساب الطيور اللي عندك، ما كاينش كميه محدده، ما كاينش كميه محدده، ولكن على حساب الطيور اللي عندك، اش غدير على حساب الطيور اللي عندك، ما خاصوش يشيط وما خاصوش يخفهم. الاخوه اللي متبعيني راه كانوا كيعرفوني بانني هاد الطريقه راه كنت كنديرها للطيور ديال الكناري والحسون. يعني هاد الخلطه راه صالحه لاي نوع ديال الطيور، غادي تعطيها لي غادي ياكلها. كاين بعض الاخوه اللي كيزيدوا البطاطس خضراء، سمحوا لي على الصوت صراحه، هاد شويه ديال البرد. هذا البروكلي
البروكولي راه منجم غذائي صراحه، راه عامر بالفيتامينات والاشياء الجميله اللي يحتاجها الطائر، على الاقل تعطيه مره مره. نحيدوها من هنا، تنكملوا الخلطه ديالنا ديك الساعه. دابا اللي غادي نديرو نحاول نحركوا الخلطه، البيض مع الجزر مع البروكلي مع الشمندر مع الباردة. صراحه راه الشهيه الانسان ياكل هذه الاكله. دابا ملي كتخلط هذه الخلطه كتحس بها بانها شويه رطبه، باش حنا غنحيدوا ديك الرطوبه اللي فيها كنستعملوا الباطي المجفف، ولا نقدروا نستعملوا نجيبوا بقايا ديال الخبز المجفف، راه كيتباع عند اصحاب المحلات ديال الباتيسريات ديال الحلويات. هذيك النجاره ديالها كتستعملها باش كتنشف لك الاكل. حنا غنستعملوا الباطي، انا عندي الباطي ديالي هو هنا. هذا هو الباطي، تستعمل معلقتين بحال هذه لكل بيضه. بالنسبه للطيور محتاجه البروتين بكثره، بالنسبه للطيور اللي عندها الفراخ ديالها كتوكلها كما كيبان لكم. ها هو ملي كنديروا ليه صافي كينشف وكيجمع راسو، كيولي ما كيبقاش فيه ديك الليونه ديال الماء. هذه راه غنعطيها عندي دابا الطيور اللي عندي انا، راه عندي الباتجي العادي الاونديلي، وعندي الباتجي الهوغو، الباتجي الانجليزي، وعندي كوبلات ديال الكوكتيل، كلهم ان شاء الله ياكلوا من هذه الاكله. دابا اللي بقى غنزيدو هي المكملات الغذائيه. المكملات الغذائيه راه على حساب الحاجه ديال الطيور اللي عندك نتايا، وعلى حساب البرنامج اللي غادي به. اول حاجه انا غنديروا الكالسيوم، هذا أنتيبيوتيك، هذا بروبيوتيك، بروبيوتيك معروف، هذا البروبيوتيك ديال الشركة ديال رونفريت، من البروبيوتيكات المعروفين في السوق صراحة. عندي هذا بليس بروتين، بروتين حيواني. أنا ماشي كنقول لك دير هاد المكملات الغذائية اللي عندك راه غتخدم به. وبالنسبة لهاد المكملات راه ماشي ضروري خاصك تمشي تشري هادي سبيرولينا، هادي راه منجم تاهي غذائي للإنسان ولا للحيوان. راه تقدر تمشي تشري 10 دراهم ديال المكمل الغذائي، تشري داكشي اللي غيحتاج الطائر ديالك. هادي غريت بودر، غنديروا البيوتين، البيوتين راه مهم للطيور وخصوصا الطيور ديال اللي عندها الشكل هذا بلا ما نديروه. بالنسبه للطيور الشكل، الطيور الريش راه مزيان المنابيذ ديال الريش، ومزيان وقت البداله، ومزيان للطيور اللي كيحتاجوه صراحه. اللي ما كيعطيش للطيور ديالو راه كيخليني مخصص
بالنسبه للريش ديالها كتولي كتبان لك الطائر دغيا الريشه ديالو كيمسها مع القفص ولا مع الجناب ديال القفص كتبان لك تقصفات وتهرسات، وكيبان لك طيور عند مربين القفص يقدر يكون صغير ولكن الطائر كتلقاه صحيح الريش ديالو قوي ما كيتقرض ما والو. راه من هاد المكملات الغذائيه بالنسبه لحاله البيوتين راه معروف بانه مزيان للطيور. شنو كتبان لكم الخلطه ولات ناشفه هي هادي. دابا غندويو على الكميه اللي غنقدر نعطيو للطيور. بحال دابا الزوج ما عندوش الوليدات كنعطيو معلقه بحال هاد الشكل بحال هكا. نعاود معاكم من الاول، معلقه تقريبا ممسوحه هادي راه ديال الزوج ما عندوش الوليدات. الزوج عادي يلاه درتي الفرن ملي كيبدا كيحضر البيض كنزيدوه واحد شويه الانثى، ولكن بالنسبه للانثى اللي عندها الوليدات راه كتولي كتعطيها على حساب الوليدات. بحال دابا هادي انثى عندها ثلاثه الوليدات وتبارك الله راه في القريب باش يتفطموا يعني ضروري خاصها توكلهم. هاد الزوج انت ديالو حاضنه هاد الزوج عنده توا ثلاثه الوليدات صراحه. الطيور كتعجبها الاكل هذا هو هذا الفاس اللي كندير فيه الطيور ديال الحاضين درتو على هذا الشكل. بقى عندي هاد اربعه الاقفاص خصهم الصنادق ديالهم. ملي كدير هاد الصندوقات كديرهم في الامام ديال القفص صراحه كيعطيوك لي سباس يعني الغرفه ما عمرها ما كتكون صغيره. دابا هاد الحائط مازال عندي فين ندير اربعه الاقفاص ونقدر ندير ثلاثه الاقفاص لتحت. هادو هنا البدايه ديال الحضن الطيور العاديه. هذا طائر ديال تركيبه من ديال الهوغو مع الانجليزي. دابا راه خاصني نرجعوا للهوغو باش المره الجايه ان شاء الله نرجعوا الانجليزي. وهذا حتى هو نفس الشكل تركيبه ديال طائر عادي مع الانجليزي. طائر صراحه ضخم وانا في الطيور الاخرى الانثى اللي كتسالي الحضن ديالها ولا داكشي راه كنحاول نبدل ليها الصندوق القدام باش كتعطيني البلاصه مزيانه صراحه. هادو هما الطيور اللي باغي كيتفطموا الانثى ديالهم هي هادي هي مبيضة. هادو باقي ما جاوش ياكلو هادو تا هما باقي ما ياكلوش. هاد البلاصة اللي درت فيها المسارح وهذا واحد الأكلة صايبتها لراسي كنت كنشوفها في الغرف ديال الطيور ديال الإخوان المحترفين لا في المغرب لا في الخارج وصيبتها لراسي. ولا كان الا بغيتو تشوفوا الطريقه كيفاش كتصيب راه نوريكم الطريقه ديالها. مرحبا وها هي طيور ديال الاوكتيل الكوكتيل هذا راهو كياكل. هادو راه مشاغبين باقي ما وجدوش. هذا هو الموضوع الاخوان، نتمنى الكل يكون بخير. تهلاو الطويرات ديالكم.